إلى ملفنا الثاني في هذه الحلقة، وهذا الملف يعني بصراحة أنا الواحد من باب طول الأمد نسأل الله أن تنقضي هذه الغمة على خير، موضوع كورونا. ولكن الواحد صار يشعر أحيانا بالملل، حتى أنه في دراسة اليوم صدرت عن إبسوس تقول بأنه 5 من كل 10 أردنيين توقفوا عن متابعة إعلان الأعداد اليومية للإصابات، و6 من 10 يستبعدون حدوث موجة وبائية جديدة في ظل جهود التطعيم الحالية. الآن في عدد من الدول بدأت الحديث عن موجة رابعة، احنا طبعا أنهينا موجة ثالثة في الأردن، وما زالت طبعا في أعداد إصابات وفي أعداد وفيات، ولكن لجنة الأوبئة ووزارة الصحة تطمئن بأنه يعني إن شاء الله أنه ما في موجة رابعة. لماذا نبدو استثناء؟ هذا السؤال سأتوجه به لدكتور بسام حجاوي عضو لجنة الأوبئة. دكتور بسام مساء الخير. أهلا بك. عدد من الدول أعلنت عن أنها ستكون بصدد الدخول لموجة رابعة، إن شاء الله طبعا إحنا ما يكون في عندنا موجة رابعة، بس لماذا نبدو استثناء حتى هذه اللحظة؟ يعني بس مشان نفهم الوضع الوبائي. يا سيدي، هو يعني الكل لازم يعرف ببساطة أنه الجائحة لم تنتهي بعد. يعني إحنا لو بدنا نقول ببساطة عشان ما نعقد الأمور، من 2/3/2020 من أول ما ظهرت أول حالة عندنا والمنحنى الوبائي شغال. هلا شغال بيعتمد شو تم اكتشاف مطاعيم، شو تم اكتشاف أدوية، كيف التزام الناس، كيف الفيروس بتصرف، شو بيطلع سلالات، كديش صار موجات، شو صارت الدول عملت بؤر وصدرتها لدول أخرى، وهكذا سيستمر هذا بالمنوال على المنحنى الوبائي حتى تعلن منظمة الصحة العالمية زي ما قالت ب11/3 بدأت الجائحة العالمية. ستعلن يوما ما، وإن شاء الله زي ما أنت دعيت قريبا، إن نعلن من انتهاء هذه الجائحة الخطيرة. هذا رقم واحد. رقم 2، المنحنى الوبائي بيشتغل، يعني موجة ثانية موجة ثالثة، هدوء على جبهة الدول. الدول عمالها استقر الوضع الوبائي، بيجيها إذا لم تلتزم، إذا لم تشد حالها في حملات التطعيم. هلا الوضع اختلف في الإجراءات اللي بتتعامل فيها مع الجائحة. يعني ما عاد الدول بتفكر بالتسكير، ما عاد الدول بتتطرق بحيث ما يعني تكون الاقتصاد يعني مطلب برضو عالي بحيث أنه يبقى فاتحا أبوابه بسلام. كل هذا الكلام احنا دخلنا في موجة، وخليني انا يعني اقول احنا بالموجة الثالثة، لازلنا بالموجة الثالثة. يعني ما انتهيناش، لكن زي ما حكى معالي الوزير اللي هي اثارها يعني ليست حادة وليست واضحة كما كانت الثانية. فخلينا نقول احنا خلينا في الثالثة، ونتمنى انه الثالثة تطول بهذه الارقام اللي ضمن الحد الادنى من توقعاتنا ومقارنتنا بالدول شرق البحر المتوسط والعالم، وشادين حيلنا بالمطعيم، ولو أن احنا مش راضيين عن هذا الكلام، لأنه بجوز كان أهم بند في اجتماع لجنة الأوبئة اللي صار قريب أنه احنا ندعو الناس أنهم يلجأوا للتطعيم. من كان أخذ الأولى وتخلف يروح يأخذ الثانية. اللي ما أخذش أولى وما سجلش يروح يسجل على المنصة. المطاعم متوفرة، الأنواع متوفرة، نحمد الله إن احنا موفرينها في دول لم تصلها المطاعم، وهي لا زالت تشكل بؤر لهذه السلالات، وقد تنتقل للدولة اللي مطاعمها ما وصلت في الحد الأعلى في تغطية أكبر مما هي عليه، وراح تصل للناس اللي مش ملتزمين، لأنه لا زالت إن احنا لازم نرتدي. هي هذه فلسفة الجائحة الغامضة لحد الآن. فإحنا في الموجة، موجة هذه اللي احنا فيها، اللي دخلنا فيها من 3-4 أسابيع، الحمد لله. يعني اطلع على الأسبوع هذا اللي احنا فيه الخامس فيها، يعني لو قلنا بدينا في الأسبوع 30 من 24/7 لحد الآن، والله تتأرجح ويعني الأرقام وتتذبذب بهدوء بين 400-500. إلى اليوم هي وصلت 1016. يوم السبت كانت 428. الأسابيع اللي فاتت كان معدلات الإصابة الإيجابية 4. هل احنا بتتراوح بين 3 و4؟ يعني هذا ما فيش ضغط هيك منقول على نظامنا الصحي، مستشفياتنا إشغالاتها مقبولة، استعداداتنا جاهزة. اللي أأمل أنا إنه في ظل
هذه الأرقام والحد الأدنى إنه نظامنا الصحي بيستوعب ما نحن فيه وبيسمح لنا. رقم اثنين في إنه الخطة اللي وضعتها الحكومة بقول أنا وهي اللي بتنتظرها في المرحلة الثالثة 1-9 الحمد لله ضمن المعطيات الحمد لله. وفي مقارنات كثيرة لكن إحنا نرغب طمعين زي الدول الكبرى بدنا مزيد من التطعيم بدنا نصل للمناعة المجتمعية نحمي حالنا بالرغم أنه في دول ما وصلوها زي ما حكيت لسه لكن إحنا يعني نوع من إن بدنا نتواصل بحيث إن إحنا نفتح ونفتح. طيب دكتور هون في سؤال جمع. كان في تصريحات سابقة لوزارة الصحة واللي أيضا للجنة الأوبئة بأنه المطاعيم حدت من يعني انتشار المرض، ولكن برضو الناس بتتساءل الآن حتى الدول التي وصلت فيها نسبة التطعيم إلى مستويات مرتفعة مثلا مثل الكيان الإسرائيلي حنلاحظ أنه الآن صاروا يتكلموا عن جرعة ثالثة وحكوا عن موجة رابعة وإغلاقات قريبا. يعني أتركنا من الكيان الإسرائيلي، هلا خلينا أعلق على الدول اللي زيه. الدول الكبرى اللي وصلت يعني أرقام عالية، نعم اللي وصلت أرقام عالية ولديها جزء من الأنانية وما أعطت جيرانها وما أعطت ناسها اللي عايشين معها وما أعطت الدول الثانية واحتكرت المطاعيم، راح تضل الطفرات تدخل من فوق راس اللي ما أعطوهم مش وتوصلهم للناس الكبار. عشان هيك الدول اللي عندها أنانية في الموضوع هي اللي خايفة وهي وقعت في الفخ. خلينا أقول لك وبائيا، أنا وبائيا لو ظليت زي هيك وسوريا وضعها سيء والعراق وضعها سيء ودولة اليمن ما عندهاش مطاعيم وإفريقيا شمال المغرب مولعت مثلا أرقام عالية في تونس والمغرب عمالها تعاني 16 دولة من الشرق، ما بزبط الكلام، ما بتروح الجائحة. لازم الدول هذه تعطي من مخزونها. عشان هيك فلسفة منظمة العالمية شو بتقول؟ يعني بدال ما تبلش تعطوني في الجرعة الثالثة والمعززة أعطوا الناس اللي ما عندهاش ولا تعزيز ولا جرعة أولى عشان نتساوى في المعطيات الوبائية في المؤشرات، عشان إحنا نبطل نستورد سلالات جديدة، عشان نبطل. كيف بدك هذا؟ بدك تظلك إذا عندك الله معطيك الفرصة الأربع أنواع مطاعم عم تطعم عشان أمورك تكون جواك كويس وسيطر على حدودك وشوف أنت أرصد الدلتا، ما هي الدلتا عندك، ولو صار لا سمح الله فيريانت أو سلالة جديدة راح تدخل، ما في حد بمنع شيء، السلالات هذه بتدخل بسهولة. فأنت الشطار أنك نظام رصدك يكون واعي، تعمل فحوصات، بترتب أمورك، بترفع المناعة المكتسبة من التطعيم اللي هو الحل الوحيد والأفضل عشان أنت تظلك أنت ماشي كويس والاتكال على الله. أرقامنا تسمح بذلك وهي يعني نتمنى. يعني هلا ليش مثلا أنا اليوم برصد للمطعيم طعمنا جرعة أولى 16 ألف وجرعة ثانية 33 ألف، هلا الرقم طلع على المنصة. هلا لما انا بطعم يعني 50 ألف، ما انا كنت يوما ما اطعم 110 و120 الف. ما بدي تقاعد، بدي الناس تطعم. المطعوم هو الحل. الجرعه الثانيه اللي يفوت على الجرعه الثانيه 14 يوم بتقضي على الدلتا، الدلتا اللي هي مغلب الدنيا، الدلتا اللي هي عمالها بتغير في اشكالها وظهر اشكال جديده من الدلتا ما حدش لسه نشرها بطريقه علميه. نامل انه احنا نكون في وضع احسن حالا في الارقام اللي عندنا اللي هي المقبوله والنسب والمؤشرات الاخرى والحالات النشطه وقديش الشفاء وقديش بيدخل وقديش بيطلع وقديش نسبه الاشغال في مستشفياتنا، هذا اللي احنا بنسعى له. هل انا نفس الوزير حكى احنا في موجه وهذه الموجه انحدت من أثارها، انحدت من أثارها ولم تعد تشبه الثانية، لكن إحنا في موجة يخلينا سيدي موجة الثالثة هذه لسه إحنا فيها. وإنت بتخاف من الموجات إنه كمان هذا الرقم يضل طالع لأنه أنا رقمي يعني دكتور الأسبوع اللي فات سجل ضعف ما كنا عليه. دكتور في الوزارة أو في لجنة الأوبئة دراسات عن الآن المناعة المجتمعية مثلا، هذا أولا. ثانيا في دراسات عن الأجسام المضادة أجريتوها لمن أخذوا المطاعيم؟ هلا دراسه عن الاجسام المناعيه، خلينا جاوبك على السؤال الاول. طبعا الوزاره درست ذلك وحتى يعني لسه النتائج ما طلعت، لكن في بدايه السنه اذا بتذكر طلعت واعتمدت الوزاره وقالت 34%. بس هل
هذا الكلام 34% بقي كما هو. زاد هنا بندرس في المرحلة الثالثة بالدراسي. طب زاد من مناعة طبيعية؟ حتى لو زاد، طب هلا المناعة الطبيعية كنا نقول بدنا 50-55 زي لما كنا الجذري خلصنا منه. هذا الوباء الفيروس، فيروس الكوفيد اللي تسمى سارز 2 المسبب للكوفيد 19، هذا بده فوق 80% عشان تكون. منين بدنا نكمل هذه اللي احنا عملناها في الدراسة؟ في التطعيم. التطعيم هو اللي بيعطي مناعة مكتسبة. والتطعيم قارنه بالمناعة الطبيعية، المناعة الطبيعية قد أنا أمرض لا سمح الله وأنت وأي حد وتشكل عنده مناعة خفيفة من أعراض خفيفة، وهذا بتسجل علي أنه عنده مناعة لكن مناعته خفيفة، معناته ما بصلم، ما بعرفش إمتى تخلص في 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 العلم في الطبيعية بتقل المناعة. لكن المكتسبة أنا بعطي واحد جرعة، بعطي جرعة ثانية، وبعد 14 يوم بقول له أنت ما راح تدخل المستشفى أكيد، لو مرضت بتمرض، بعرف انك انت قدامك 6 شهور عشان اعطي انا اذا بدي اعطي جرعه ثالثه وهكذا افكر فيها زي ما بفكر العالم. اذا بدك تضل شغال ترفع مناعه. شو قلنا لسؤالك الثاني وصلنا له من السؤال الاول؟ قلنا طب الاجسام المناعيه عملها بتنزل عند بعض الناس، بعض الناس مش الكل. ما جينا تهورنا كنا بنعطي ثالثه للكل. قلنا يا عم الناس اللي عندهم اجسام مناعيه عمالها بتاثر عليها الامراض المختلفه، هذه الأمراض معروفة بتنزل المناعة، لو إحنا طعمناهم قبل 4-5-6 شهور هذول مناعتهم نزلت، بنخاف عليهم يمرضوا كمان مرة ويدخلوا مستشفى ويغلبونا ويصير مضاعفات كذا. قلنا هذه الفئة بالذات منا نعطيها جرعة مدائمة. فالوزارة تعمل الآن على وضع هذه الليستة من الأمراض اللي بتعمل هيك مناعة، وبدها تعلن عن المراكز اللي بتطعموا فيها، وبدهم هالناس ياخذوهم او يروحوا ياخذوا الجرعه الثالثه المدعمه عشان نحمي هذه الفئه الاكثر خطوره. هذا المقصود فيها. ما بدنا نعطي جرعه ثالثه لكل الناس. احنا بندور نعطي اولى وثانيه. نعم. طب والناس اللي حكونا خذوا اولى وثانيه، هاي المراكز في 100 مركز. اما حيكون فهمت منك انه حيكون في جرعه ثالثه لمن انخفضت عندهم نسبه الاجسام صحيح. طب كيف سيتم تمييزهم بعد هاليومين ان تعلن الوزاره؟ كيف سيتم تمييزهم دكتور؟ انت معك بتقول انا مريض سرطان لا سمح الله، انا بغسل كلى واضح بدي يكون تقريرك بيدك، مش واحد يروح يقول لي والله انا عملت مناعه وطلع 10، هذا لا ما طلع له. وكلنا عملنا وطلع 10 وطلع 100 وطلع 70 وطلع 250، لكن في مناعه موجوده على الخلايا الليمفاويه اللي هي بتشكل جهاز المناعه الام، مش رقميه. مش رقمية، هذه زي التنك هيك موجود فيها يعني وقود للمناعة موجودة لا يمكن قياسها بالرقم. نعم. وبناء علي أنا بدي هذول اللي بتنزل مناعتهم والمرض بنزله في 10 أمراض منها السرطان، زراعة الكلى اللي أنا بعرفها بتقعد لك منها في يعني مثلا الحمى الذؤابية، في التهاب المفاصل الروماتويدي، في فرط نشاط الغدة الدرقية، في السكر النوع الأول، راح تحطها الوزارة بعد 2-3 1-2-3 من لديهم هؤلاء الأمراض ومعهم تقارير يتوجهوا للمركز الفلاني والمركز الفلاني. أنت ماخذ جرعتين سينوفارم تاخذ الثالثة سينوفارم. نعم. ماخذ جرعتين فايزر تاخذ الثالثة فايزر من نفس النوع. نعم. نعم. ايش نعم. حماية لهذول الناس من الخطورة لأن احنا لازلنا في معركة الجائحة. نعم. نعم. نعم دكتور بسام حجاوي عضو لجنة الأوبئة، شكرا جزيلا لك. العفو.